بحضراتكم من جديد، والفقرة الأخيرة من برنامج الترند. وسريعا عشان وقتنا بيجري معاكم بسرعة، نروح للترند العالمي. وطبعا أول حاجة معانا من الكينج المصري محمد صلاح. حساب نادي ليفربول على تويتر نشر صورة لمحمد صلاح في تدريبات المنتخب، والضحكة الحمد لله بتاع لوجهه، وكتبوا صباح الخير يا ريدز الملك صلاح، يبدو مستعدا لمباريات المنتخب الوطني. وبالمناسبة النهاردة في حفل رائع جدا اتحاد كرة القدم، وبوجود طبعا أبرز نجوم الكرة المصرية، حفل كده خفيف لمحمد صلاح، لأنه بالتأكيد أحد النجوم أو النجم الأوحد بصراحة اللي عامل نتائج مميزة جدا، لصورة طيبة للاعب المصري في أوروبا. في نين وفي كوكا وفي أكتر من لاعب، لكن بصراحة محمد صلاح على المستوى الأرقام والنتائج عامل شغل ممتاز جدا. طيب معايا ايضا كمان من صفحه في الجول، الحساب الرسمي ليها على تويتر، اشادوا بجيني فينالدوم لاعب ليفربول الانجليزي، وقالوا عنصر هام في جيل ليفربول الحالي، والذي اعاد الهيبه الاوروبيه والبطولات لخزينه الريدز. الجميع يتحدث عن ساديو ماني ومحمد صلاح وفيرمينيو، لكن ابدا لا يستطيع احد ان ينكر دوره الهام في كتيبه يورجن كلوب. طبعا دور مميز جدا لفينالدوم، لاعب متميز ولاعب رائع مع فريق ليفربول خلال الفترة الأخيرة. كان بصراحة التركيبة كلها اللي عاملها المدير الفني الألماني لليفربول عاملة نتائج مميزة جدا، تحديدا خلال الموسم الماضي. طيب الجزء الأخير من حلقة النهاردة ومشاركات الناس على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، وهو متعلق ب يعني الرؤية الفنية أو رؤية كل واحد بيشارك معنا بالنسبة لكابتن الفريق، هل بالآدمية ولا باختيار المدير الفني؟ أحمد مصطفى صلاح بيقول أحمد حجازي أو طارق حامد الشخصيات في أرض الملعب، هو شايف أن الشخصيات هي اللي ممكن تكون هي الكابتن. طيب جمال أحمد، جمال بيقول بالآدمية طبعا، ليلى أحمد بتقول بالآدمية طبعا، محمد سعيد بيقول بالآدمية طبعا. طيب أراء أخرى، أحمد الجوكر بيقول بالآدمية، محمود سليم بيقول الآدمية طبعا وبدون مجاملات، محمد أبو الشيخ بيقول بالآدمية أفضل شيء، أحمد عبد الله بيقول بالآدمية طبعا، أحمد مساعد بيقول آدمية طبعا. واضح إن رأي الناس كله بنسبة 99.9 رايح في إطار إن كابتن المنتخب بيكون بالآدمية، وما تكونش رؤية أو وجهة نظر المدير الفني للمنتخب الوطني. عموما هي استطلاعات آراء وكل واحد بيشارك بوجهة نظره، لكن في النهاية نتمنى إن مثل هذه الموضوعات ما تكونش عنصر أساسي في تفكير أي حد داخل الجهاز الفني، لأن الجهاز الفني شغله الشاغل حاجات مهمة أكتر من الموضوعات الفرعية دي الفترة الجاية، لأن موقف المنتخب في التصفيات الإفريقية حرج، ومحتاجين تكاتف وتركيز تحديدا في مباراتي توجو القادمتين بإذن الله. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.